هذه هي أسماء كولمانتا. يختلف هذا النوع عن غيره من الأنواع ضمن الفصيلة ذاتها، من النادر العثور على سمكة من هذه الفصيلة تتشح باللون الأسود. يطلق على هذه الظاهرة اسم اسوداد الجلد، وتحدث عندما تفرز الخلايا الصبغية كميات كبيرة من صبغة داكنة تدعى الميلانين. ربما يتغير لون هذه السمكة مع الزمن. تتوزع البقع على بطنها في نظام فريد يشبه بصمة الإصبع لدى الإنسان. يصل طول جناحي المانتا إلى 7 أمتار ويبلغ وزنها 2 طن، وقد يطول بها العمر إلى 90 عاماً. تبدو زعانفها الرأسية كالقرون، وتجمع بها العوالق التي تتغذى عليها، حيث ترشح من خلال الخياشيم في أسفل بطنها. لا تكف المانتا عن الحركة لأنها لا تملك مثانة العوم، فإذا توقفت عن السباحة سقطت إلى القاع. يجب أن تتحرك لتبقى على قيد الحياة. قد تسبح منفردة أو في جماعات، وقد تنضم إلى أسماك أخرى، وبين الحين والآخر ترافقها الطيور أو الحيوانات البحرية. ظن العلماء لوقت طويل أن مانتا المحيط تهاجر حول العالم قاطعة آلاف الكيلومترات، لكن دراسات حديثة أظهرت أن بعض أفرادها تقطع مئات الكيلومترات فقط في الرحلة الواحدة. غير أن النتائج ليست حاسمة بعد. تتبع العلماء 18 سمكة مانتا على امتداد 6 أشهر قرب المكسيك وحول إندونيسيا باستخدام الأقمار الصناعية، وكانت النتائج مفاجئة. فما الأسرار التي تخفيها هذه المخلوقات الرائعة؟ قضت أسماك المانتا 95% من وقتها في مقطع من المحيط بطول 220 كيلومتراً، ولم تغادر تلك المنطقة. لا تنفك المانتا عن مفاجأة العلماء، فقد تبين مؤخراً أنها تستطيع الغوص حتى عمق 2000 متر تحت سطح الماء. تأتي المانتا إلى الشعاب بانتظام، فما الذي يجذبها؟ في الطبيعة لا شيء يحدث دون سبب.
تتقدم أسماك صغيرة بحذر نحو المانتا وتبدي اهتماماً بالجزء السفلي من بطنها. فهل تريد الاحتماء بجناحيها الهائلين؟ تتجول المانتا قرب قاع البحر، الحياة هنا ليست منافسة فحسب، بل تعاون أيضاً. كما يتعاون المرجان مع الطحالب، تستفيد المانتا من خدمات الأسماك الصغيرة. تتعامل الأسماك مع بعض أجزاء الشعاب على أنها محطات للتنظيف، لا تشكل المانتا خطراً على الكائنات الأخرى لأنها تتغذى على العوالق، لكن جسمها يشكل ساحة للصيد لدى الطفيليات. الطفيليات والجلد الميت هما غذاء مثالي للأسماك التي تتولى تنظيف المانتا بنفسها. وهذا مكسب للطرفين. كما أن المانتا تتخلص من الميكروبات المؤذية بطريقة أخرى. المياه الضحلة التي تغمر الشعاب المرجانية تسمح بمرور كميات كبيرة من الضوء. يعتقد العلماء أن المانتا تتعمد تعريض جسمها لضوء الشمس حتى تقوم الأشعة فوق البنفسجية بالقضاء على الميكروبات الضارة. وهذه ليست آخر الإجراءات التعقيمية، حيث يعتقد أن المانتا تتخلص من الطفيليات أيضاً عندما ترتطم بسطح الماء بعد القفز. من المحتمل أن يكون ذلك بقصد المتعة فحسب، في إطار الحركات البهلوانية التي تقوم بها في جماعات. تسمح الأسماك العملاقة لأسماك التنظيف بدخول خياشيمها. تتولى أسماك الكيدم الهلالية أعمال التنظيف الآن، وعادة ما تقدم هذه الخدمة في محطات التنظيف بالشعاب المرجانية أسماك الكيدم الزرقاء. تعيش أسماك المانتا في أعماق متزايدة لأنها تحتاج إلى مساحات أكبر. تتكاثر المانتا بالبيض كسائر الأسماك، ويخرج الصغار من البيض وهو في أحشاء الأم. يشير شكل هذه الأنثى إلى أنها تحمل حياة جديدة. أسماك الفراشة الصفراء تدخل المشهد، وهي الأخرى تستغل وجود المانتا لإشباع جوعها. هنا في المياه الأكثر عمقاً قرب الشعاب تلازم الأسماك الصغيرة المانتا. فهل تعتمد على أكثر من مجرد الجلد الميت للسمكة العملاقة؟ ملكة الأعماق تحرس عالم ما تحت الماء في كومودو. حياة هذه الكائنات رحلة دائمة، والترحال هو دأبها.
هنا الجمال والعظمة يجتمعان في رقصة تحت الماء. لكل مملكة حاكمها، ومنها هذا الصغير من أقارب المانتا. صغر الحجم لا يعني العجز عن حماية النفس، فذيل سمكة الري اللاسعة ذات البقع الزرقاء ينتهي بشوكة سامة. تبحث سمكة الري اللاسعة عن الغذاء في الرمال، وتستخدم مستقبلاتها الكهربائية في رصد المجال الكهربائي للفريسة. تبعث ألوانها الصارخة رسالة تحذيرية لأعدائها: إياكم أن تهاجموني وإلا فستندمون. تختبئ سمكة الري اللاسعة من أعدائها بدفن نفسها في الرمال. وبعد زوال الخطر تعود إلى مهاجمة الشعاب.